يعني اللي شايف الحزيرة لن تتوقف عن التصعيد، وهذا التصعيد لن يكون الأخير، وبالتالي بدلا من أن ننتظر حتى تتعرض مصالح المصالح الوطنية إلى مزيدا من الأضرار، أن يكون هناك تصعيد حقيقي من قبل الحكومة ورد فعل حقيقي ميداني على الأرض. على سبيل المثال هو يهدد الموانئ النفطية الآن، والحكومة كانت ملتزمة باتفاق ستوكهولم وملتزمة بالهدنة رغم انتهاء أجلها في 2 أكتوبر، وبالتالي أعتقد أن الخيار الأفضل الآن هو الانسحاب من اتفاق ستوكهولم وعودة المسار العسكري باتجاه محافظة الحديدة حتى يتم السيطرة على مختلف الموانئ النفطية، وكما يعمل الحوثي على تجفيف مصادر تمويل الحكومة التي من الطبيعي أن تكون هذه الإيرادات هي لمصلحة الشعب، لمصلحة الخدمات التي يحتاجها الشعب سواء بالتعليم والصحة وبكل مجالات، كل مجالات الإنفاق الحكومي هي قوة الحدود تعطيلها حتى تعجز الحكومة عن القيام بدورها الطبيعي في خدمة المجتمع، وفي نفس الوقت يستفيد من إيرادات حكومية يجب أن لا تتكلم لميليشيات الحوثية بإيرادات جمركية وإيرادات الاتصالات، وكثير من هذه الإيرادات يستفيد منها في حربه ولا يقوم بأي التزام اجتماعي تجاه المجتمع الذي يخضع له في مناطق سيطرته.